طيب عندك بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. مجموعة تبقى صعبة. مجموعة مين أقوى هذه المجموعة من وجهة نظرك؟ هو على الورق منتخب بلجيكا أصلا كمان يعني هي بلجيكا في حتة تانية أصلا. لا لا كتصنيف طبعا، كتصنيف كتصنيف عالمي لكن يعني. كرواتيا وصيف مونديال روسيا كبيرة برضه الأخير. منتخب المغرب للأسف حظه سيء في هذه المجموعة، جدا لأن بصراحة. يعني مش بس إن هو واقع مع منتخبين أقوياء على مستوى القارة الأوروبية، نتكلم كمان ترتيب المباريات بتاعه. منتخب المغرب سيلعب في الجوله الاولى مع كرواتيا، ثم سيلعب في الجوله الثانيه مع بلجيكا، وهنا ممكن لسبب اختيار بلجيكا لمواجهه منتخب مصر تحديدا الوديه يوم الجمعه المقبل باذن الله. فالمغرب للاسف حظه سيء جدا، لكن انا متوقع منتخب المغرب هيأدي بطوله جيده جدا، لكن عمليه التاهل دي هتبقى يعني فيها للاسف الشديد هتبقى صعبه. ممكن مفاجاه تحصل لكن امورها هتبقى صعبه جدا، مش هتبقى سهله، خاصه كمان ان ترتيب المباريات كما ذكرت ترتيب المباريات مش سهل. منتخب بلجيكا ده اخر فرصه لهذا الجيل انه ممكن يحقق بطوله، وان كنت انا اعتقد الامور هتبقى صعبه. بس عندهم حافز برضه هيبقى، خلي بالك اللعيبه المغاربه لمليون اعتبار هيبقوا عايزين ياكلوا النجيله بالمعنى التعبير المجازي، يعني فكره ان دي برضه انت في كاس العالم. بس الخبرات برضه يا كريم تفرق. والملايين بيتابعوك، يعني قصدي اقول لك ساعات يا نهوان، ساعات لما يبقى التحدي كبير قوي ساعات ده بيخلق جواكي حافز اضافي ودافع اضافي ان انت تعملي اقصى ما عندك، وكالعاده برضو في اكيد مساحه لوجود مفاجات. يعني عطف على كلامك يا كريم، نقطه مهمه جدا في مونديال 2018 في روسيا منتخب المغرب حظه كان سيء جدا، تعادل مع اسبانيا في اخر جوله وخسر امام ايران وامام البرتغال بسيناريو غريب جدا رغم انه كان الافضل في المباراتين. فانا متعشم خاصه وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وكان مدرب الوداد وطبعا الجماهير المصريه كده تعرفه جيدا. هذا المدرب عنده يعني جرأه هجوميه بعكس وحيد خليلوزيتش المدرب السابق، وان احد اسباب اقالته كان متخوف بصوره كبيره جدا، متحفظ رغم ان سكواد منتخب المغرب سكواد تقيل جدا. هي يمكن النقطه السلبيه حاليا عند منتخب المغرب وحتى الان يعني في انتظار اعلان القوائم النهائيه، الاصابه اللي تعرض ليها امين حارس نجم مارسيليا يوم الاحد الماضي مع في مباراه مارسيليا وموناكو. هذه الاصابه اعتقد امين حارس اصلا مش هيلحق كاس عام، بس ممكن الموسم كله بتاعه ينتهي، ودي ضربه قويه جدا لخطط وليد الركراكي. صحيح انه عنده يوسف نصيري، عنده عبد الصمد الزلزولي نجم برشلونه الصاعد المعار الى سوسونا، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، لكن انا اعتقد ان يوسف النصيري تحديدا هو هيكون المهاجم الرئيسي. طبعا اشرف حكيمي خبرات كبيره جدا وبيلعب مع اسماء كبيره جدا في باريس سان جيرمان، ايضا نصير مزراوي، ياسين برضو لاعب قوي، ياسين بونو، ياسين بونو طبعا حارس مرمى اشبيليا وبطل اليوروبا ليج قبل عامين مع اشبيليا. بنتكلم في نص الملعب ايضا سفيان مرابط لاعب فيورنتينا، واحد من اقوى لاعبي خط الوسط على مستوى الكالتشو في الدوري الايطالي. فمنتخب المغرب انا اعتقد حته الخوف لا، وانا متعشم يعني على الورق كرواتيا وبلجيكا، لكن انا متعشم منتخب المغرب ممكن يحقق مفاجاه لان لعيبته كلها بتلعب في اعلى مستوى في التوب ليفل في اوروبا، وحته الرهبه دي اعتقد عندهم مش موجوده، بلس ان هم عندهم مدرب شجاع لان وحيد خليلوزيتش الحقيقه كان مدرب جامد جدا، وظهر ده في كاس الامم الافريقيه، كان معاه سكواد قوي جدا، وكان كل مباراه منتخب المغرب كان بيلعب بشكل متحفظ. ذكر الامر غريب يعني على وليد الركراكي، وليد الركراكي بالفعل مدرب شجاع ومدرب يعني انا شايف انه كان اختيار جيد جدا. هو شارك في مونديال 98 برضه، شارك في بالظبط يعني هو شارك في مونديال 98، مونديال 98 حصل على المغرب مؤامره يعني. يعني ليه المغرب دايما حظها كده في المونديال يعني؟ المنتخبات العربيه نتذكر مؤامره الجزائر، مؤامره خيخون الشهيره في مونديال 82 في اسبانيا، الجزائر اتأمر عليها المانيا والنمسا.